سيد ابو الامير، حابين نسالك كم من سؤال بخصوص الانتخابات رئاسه النادي. حابين نسال كيف تفسر اللي صار اليوم من عدم استقبال للنصاب، رغم انه في 17 مرشح للهيئه الاداريه، مع ذلك بالانتخاب ما اكتمل النصاب القانوني، كيف ايش تفسيرك للموضوع؟ يا سيدي، الدعوه للانتخابات معلن عنها من تاريخ 14. نعم. والنادي يعمل ضمن اشراف جهه حكوميه اسمها سلطه الرياضه الشمالية. اعلن عن الانتخابات. توقعنا انه يجي النصاب القانوني اللي هو 75 فرد من اصل 149 عشان يكون عندنا 50 زائد واحد. للاسف ما حضروا افراد الهيئه العامه اللي مطلوب انه يكونوا كلهم حاضرين. بواقع النص كما فوق عشان نقدر نمشي بالانتخابات. هذا اللي بقدر اجاوبه. يعني ممكن يكون في حدا دعا لمقاطعه انتخابات او شيء زي هذا صار او شيء شخصيا يعني اضرب فيه بالغيب، ما اقدرش، لكن عدد الحضور لم يكن كامل. يعني هذا الوضع اللي واجهناه قبل نص ساعة وأجد لجنة الانتخابات بحضور السيد المسؤول الحكومي أعلنوا عدم توافر النصاب القانوني وتأجلت الجلسة إلى يوم الجمعة القادم 6/7/2007 5:30 مساء. القانون بيقول تبع النظام النادي تتم المرة الثانية الانتخابات بمنع، وبتأمل مشاركة الكل. بس خلال هذا الأسبوع إيش خطوات راح تسواها إدارة نادي عشان ما يرجع يتكرر اللي صار مثلا اليوم؟ إحنا سندعو الكل يتفضل يشارك في الانتخابات. وأنا بقول ظاهرة صحية، الانتخابات ظاهرة صحية. 100%. وإحنا ملزمين حسب القانون بإجراء الانتخابات. وبالتالي قناعتي إنه الجلسة الجاية راح لازم يصير فيها انتخابات ان شاء الله. بأمر ربنا ان شاء الله. يعني عملية تأجيل الانتخابات لعدم توافر النظام القانوني شيء مألوف بالانتخابات، مش أول مرة ولا تكون آخر مرة، ولكن اعتقادي إن شاء الله الجلسة القادمة ينتهي هذا البحث. كثير في ادعاءات انه اعضاء الهيئه الاداريه القديمه كان يعاد ترشيحهم سنه بعد سنه لانه ما فيش مرشحين جداد، وهذه السنه مبين انه في مرشحين جداد، مع ذلك الاعضاء القدامى حابين يستمروا اكثر في الهيئه الاداريه، مع انه كان يدعو بسابقه انه السبب لا تكملتهم هو عدم وجود مرشحين. سيدي، لا يوجد في القانون اطلاقا ما يحظر ما يمنع على اي عضو من اعضاء الهيئه الاداريه السابقه انه يرشح. صح. هلا هذه مساله اجتهاديه وشخصيه. احنا بالنادي فتح باب الترشيح للكل، وبالتالي الاخوان اللي بدهم يعني من اعضاء الهيئه الاداريه، خليني اقول لساتها ما انقضت مدتها، تنتهي مده الهيئه الاداريه باعلان نتائج الانتخابات القادمه. الاخوان اللي بده يكمل، لا يوجد شيء قانوني يمنعهم من الترشح. بالتالي هذا موضوع شخصي. ولا يوجد امامي نقطه قانونيه امنع حكس واللواي من الدخول الى العمليه الانتخابيه. هذا موضوع اجتهادي شخصي، يعني هي المساله نحن نعمل بعمل تطوعي وخدمه عامه للمجتمع، واللي بيشعر حاله والله بيقدر يقدم يفضل. ما حدا بيقدر يمنع مين مكان في هذا النادي طالما توافرت فيه الشروط للترشيح يقول له انت متاسف ممنوع تدخل. لا املك لا رئيس هيئه اداريه ولا لجنه انتخابات ولا غيره. والله يوفق الجميع، الا احنا يعني الموضوع البحث كله يجب ان يكون ما هو افضل لهذا النادي ولهذه الطائفه. اسمنا نادي الاتحاد،
الأرثوذكسي العربي. معنى كلمة الاتحاد إنه مطلوب إنه إحنا نتوحد. هذا النادي له دور طلائعي دائما، وهو يعني بحكم الضرورة مؤسسة ديمقراطية تجري تحت نظام وقانون وميزانية وإشراف ومتابعة من الجهات الحكومية الرسمية. والقاعدة هي الشفافية، لا تملك مين مكان، لا أملك حرمان أي إنسان من حقه بالتشريع. والله يوفق الجميع. مين بيكسب بنقول له مبروك، ومين بيخسر راح نقول له هارد لك. وبانتخاباتنا القادمة بعد سنة فقط عندنا انتخابات قصية. احنا عملنا هاي المرة انتخابات 12 حسب النظام، لانه ما قدرنا السنة الفاتت نعمل انتخابات عشان ظروف البلد، عشان موضوع حادث، عشان قلة عدد المشتركين معنا. انا بأمل ان شاء الله الجلسة القادمة انه يكون في عندنا انتخابات، ويكون عندنا هيئة ادارية ان شاء الله جيدة. وكما بقول كمان مرة، هذه الكراسي ليست ذهبية، واللي بفكر انه هذا الكرسي ذهبي فهو غلطان. الخدمة العامة هي القاعدة وليس الكرسي. شكرا لك.